التأنيث. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. وألف التأنيث ذات قصري وذات مد نحو أنثى الغري، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربا والطولا، ومرطا ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا، كحبارا سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفرا، كذاك خليطا مع الشقارا، وعز لغير هذه استندارا، لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعال فعل لا فاعولا، وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا.